الأسبوع اللي فات بدأنا سلسلة، أو المرة اللي فاتت مش الأسبوع اللي فات، وشفنا في العهد القديم لما موسى تقابل مع يهوه، مع الله، وقال له إنك تروح تطلع الشعب، تخرج الشعب من أرض مصر. فموسى قال له مش هيصدقوني، طب لو سألوني اسمه إيه أقول لهم إيه؟ فقال له أهيا الذي أهيا، أو معناها أنا الكائن بذاتي، أنا اللي أوجدت نفسي، محدش أوجدني، أنا الكائن بذاتي. وفي العهد الجديد الرب يسوع المسيح استخدم نفس المصطلح أنا هو، أنا هو. ومشينا قلنا إن الرب يسوع في إنجيل متى، إنجيل يوحنا، وخاصة إنه يوحنا بيتكلم عن الجانب اللاهوتي في حياة يسوع المسيح. الناس بتتخيل إن إحنا عندنا أربع أناجيل، لا، إحنا عندنا إنجيل واحد، والإنجيل الواحد هو يسوع المسيح، وكل واحد من اللي كتب عن حياة يسوع المسيح اتكلم عن جانب من جوانب يسوع المسيح، زي المبنى اللي احنا فيه، وجبنا واحد يقعد في كل ركن من الأربع أركان من المبنى عشان يوصف المبنى. فمتى وصف يسوع على إنه ملك اليهود؟ مرقس وصف يسوع على إنه عبد خادم. لوقا وصف يسوع على إنه إنسان، إنسان كامل. ولما يقول إنسان يقول إنه عاش زينا، اختبر التعب والإرهاق والإعياء زينا، لكنه لم يخطئ، لم يفعل خطيئة. إنجيل يوحنا، يوحنا اتكلم عن الجانب اللاهوتي في حياة المسيح، اتكلم عن يسوع ابن الله أو الله الظاهر في الجسد. عشان كده بنلاقي بداية إنجيل يوحنا في البدء كان الكلمة. وشفنا الأسبوع اللي فات أو المرة اللي فاتت أن الرب يسوع قال عن نفسه أنا هو خبز الحياة، ووصلنا لخلاصة أنه لا يوجد شبع حقيقي في الحياة الروحية وحتى الحياة العالمية إلا من خلال يسوع المسيح. قد تمتلك مال العالم، بدون يسوع هناك فراغ في حياتك. النهاردة هنتكلم عن جانب تاني من الجوانب اللي اتكلم عنها الرب يسوع المسيح، أنا هو. خلينا نبص مع بعض في إنجيل يوحنا إصحاح 8 وناخد أعداد بسيطة، لأن احنا هنروح كمان في إصحاح 9. وعشان الوقت خليني اقرا بس العددين اللي انا عايز استخدمهم، عدد 11 وعدد 12، بعدين هحكي القصه لانها معروفه عن جميعنا. عدد 11، فقالت لا احد يا سيد. قال لها يسوع ولا انا أدينك أيضا، أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. الآية دي قبليها قصة. إيه هي القصة؟ إنه القادة اليهود مسكوا امرأة، أمسكت في ذات الفعل، وهم بيقولوا أنها أمسكت في ذات الفعل،
the very act. والناموس بيقول ان دي ترجم انت رايك ايه. هو بدا يكتب على الارض، بعدين سالوه، بعدين سال من منكم بلا خطيه يبدا الرجم. اللي ما عندوش خطيه ليرميها اولا بحجر، خليه يبدا، بس شرط اللي هيبدا بالحجر الاولاني يكون بلا خطيه. يقول الكتاب انهم بداوا ضمائرهم تبكتهم وبداوا يمشوا واحد بعد التاني. وقف يسوع لقى المراه لوحدها. يا امراه فين المشتكون عليك؟ فين الناس اللي جايبين شكوى ضدك؟ اما دانك احد؟ لا يا سيد. وكأن الإجابة بطريقة غير مباشرة، ما فيش ولا واحد من اللي كانوا موجودين بلا خطية. الإجابة الرائعة من السيد: اذهبي بسلام ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. وحط الستيتمنت المهم الرائع: أنا هو نور العالم. أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. الحقيقة الآية تكررت مرة تانية في موقف تاني بتاع نور العالم. صح 9، خلينا نبص عليه بسرعة، ودول 5 أعداد هنقراهم مع بعض. وفيما هو مجتاز رأى إنسان أعمى منذ ولادته. إصحاح 9، يوحنا 9، نعم يوحنا 9 من عدد 1. وفيما هو مجتاز رأى إنسان أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لهذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى. قال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. حاجة تفوق الوصف، حاجة تفوق العقل. وهنا أنا قصدت أجيب الشاهد ده بالذات عشان للناس اللي بتتخيل انه يسوع مجرد نبي نقول ايه عنده. كلنا عارفين قصة الخلق. الله لما خلق آدم وحواء خلقهم منين؟ من تراب. صنع آدم من تراب. حتى اسم آدم نفسه في تكوين 5 أضماء. أضماء يعني أرض أو تراب أو طين. حط الطين على عينيه وروح اغتسل في بركة سلوان. وأنا عايز حضراتكم تركزوا معايا. لو أنا مش هحط طين على وشي، لكن أحط على إيدي كنموذج. لو أنا جبت الطين وحطيت الطين على إيدي، لو تخيلنا إن دي عينيا، كله شايف الطين، كله شايف الطين، Would you mind to help me? Okay. Hey, Christine, هتكب عليا ميه. Just pour water. هنشوف اللي هيحصل ايه. Okay.
شكرا كريستين. فين الطين؟ لكن المدهش في الموقف بتاع الرب يسوع، لأن هو الخالق، هو الله سبحانه، الطين اتحول لأنسجة في العينين. انتوا معايا؟ قول اللي جنبك ركز. المدهش، المدهش، لأن هو الخالق وهو الله الظاهر في الجسد، هو الله الذي لا شريك له، هو الله الأوحد، أنا والآب واحد، أنا الله. والدليل أنا خلقت آدم في الأول من تراب، وده مخلوق بدون عينين، مولود أعمى، نفس المات كان يقدر يقول الرب يسوع ليكن ليك عينين. لكن عشان احنا نفهم المكتوب، نفس المادة زي ما قلت لكم، لو كان يسوع مجرد شخص عادي كانت الطينة نزلت بنفس الطريقة من وشه أو من عينيه، بنفس الطريقة اللي نزلت من إيديه. لكن لأنه هو الله الحي، الطين تحول لأنسجة حية. في سياق الحديث بنلاقي انه المولود اعمى، الناس مش مصدقه، هل معقوله ده كان مولود اعمى فعلا؟ فراحوا يسالوا ابوه وامه، فقال لهم بمنتهى البساطه، ابننا مولود اعمى، هو اتولد اعمى، لكن ازاي عينيه فتحت؟ ما نعرفش، هو كامل السن، روح اسألوه. راحوا يسألوه، وكانت المشكلة في المعجزة دي ان الرب يسوع عملها يوم سبت، ومن وجهة نظر القادة انه كسر الناموس، لم يحفظ السبت، لكن لان هو رب السبت، وان السبت اتعمل لأجل الإنسان مش الإنسان لأجل السبت. راحوا يتكلموا معاه، وكانت الخلاصة مدهشة. أنا ما أعرفش مين الشخص ده، لكن الشخص ده قال لي بمنتهى البساطة، تفل صنع طينا وقال لي روح اغتسل في بركة سلوام، أول ما اغتسلت لقيت نفسي بشوف، أنا مولود أعمى. الشخص ده أنا مش عارفه مين، لكنه اللي فتح عيني هو قال لي اعمل كده. فبدا ياخد ويد معاهم، فلما اتزنق الراجل وهو كان عنده حمكه سريعه، فقال لهم هو انتوا عايزين تبقوا تلاميذ لي؟ انتوا بتجمعوا معلومات لي؟ انتوا عايزين تبقوا تلاميذ لي؟ فطردوه من المجمع. وهو خارج من المجمع، لما الرب يسوع عرف انه طرد من المجمع، سالوا أتؤمن بابن الله؟ من هو يا سيد لأؤمن به؟ أنا الذي أكلمك. تخيلوا رد فعل الرجل إيه؟ أؤمن يا سيد. والأقوى إنه قدم ليه العبادة، سجد له، والرب يسوع قبل العبادة وقبل السجود. أحبائي، يسوع نور العالم. اللي بيميز المسيحية عن أي معتقد على مستوى العالم، الأرضية الصلبة. يعني إيه الأرضية الصلبة؟ لو أنا متأكد من الأرضية اللي أنا واقف عليها، فأنا ممكن أروح أبحث وأدور وأدرس أي دين أو أي معتقد، ولو اكتشفت أن الدين أو المعتقد أو الفلسفة حاجة هشة، أنا فاكر الأرضية الصلبة اللي أنا واقف عليها، هرجع تاني. إيه اللي بيخلي معظم الأديان ومعظم المعتقدات تمنع وتنهي حتى من دراسة أي معتقد آخر، وبخاصة الكتاب المقدس والمسيحية؟ لأن الأرضية هشة، الأرضية مفيش نور حقيقي،
ما فيش حاجة واضحة، الدنيا مشوشة، وبالتالي بيخافوا على التابعين لألا يروح يدرس ويبحث يكتشف إنه هو كان ما كانش عنده أرضية، كان في ظلام ويكتشف النور فما يرجعش تاني. لكن المسيحية أنا ما عنديش أزمة كراعي لأي كنيسة إن كل الكنيسة تروح تدرس كل الديانات وتتجادل مع أي شخص، طالما الإنسان ولد ولادة حقيقية عنده النور، ولو النور موجود في حياتك أنت ما عندكش خوف من أي ظلام. قارنوا بين النور والظلمة، لما النور بيجي في مكان بيعمل إيه للظلام؟ انتهى. المسيح لما بيدخل الحياة بينير كل خطاياك، بيوضح انك انت انسان خاطئ، بيوضح ان انت محتاج لموت المسيح كبديل ليك. بيبقى عندك الاختيار انك تقبل. لو المسيح نور حياتك، لو المسيح نور حياتك وانت قبلت النور ده على حياتك، يقول الكتاب انك انتقلت من الظلمة الى النور، الظلمة الى النور. ما فيش نور في أي معتقد خارج المسيح، ما فيش نور حقيقي، ما فيش استنارة حقيقية بعيدا عن كلمة الله، بعيدا عن المسيح. عشان كده ممكن تلاقي شخص النور نور حياته، لو حد تاني بيقتله يستسلم ليه إنه يقتله لأجل الإيمان. ما بتشوفش حد مؤمن بالمسيح يموت نفسه عشان يؤذي الآخرين، بل يضحي بنفسه من أجل الآخرين. ليه؟ لأنه النور نور حياته، شاف كل الأمور، شاف الأمر من نقطة البداية لنقطة النهاية. أنا هو نور العالم. وإحنا يمكن اتربينا في أسر مختلفة وفي ديانات مختلفة وفي دول مختلفة وفي معتقدات مختلفة، وفي ظلام كتير في حياتنا. يمكن أهالينا علمونا تعاليم لا تمت للأمور الصحيحة بأي صلة، تعاليم خاطئة ومعتقدات خاطئة. لو النور دخل حياتك ينير هذه المعتقدات، هتلاقي نفسك بتكتشفها. معقولة كل ده؟ الناس اللي بتتخيل انها ممكن ترضي الله بالأعمال، بمجرد ما تكتشف انك صعب ترضي الله بأعمالك. ليه؟ لأن نمرة واحد انت مولود بالخطايا، نمرة اتنين لو عايز ترضي الله بالأعمال محتاج تعمل أعمال صالحة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع طول أيام حياتك. يقولوا لحد يقدر يعمل كده أو عمل كده؟ والناس بتتخيل أن خطية، الخطايا هي الزنا والقتل و قدام الله لو حاجة ظلام ده بيعني، يعني لو حطينا نقطة واحدة على البورد هتبقى باينة، نقطة واحدة بس، just black dot. قدام الله كده. رسالة يوحنا: الله نور وليس فيه ظلمة البتة. أنا هو نور العالم، أنا هو نور العالم. النور بتاع المسيح متاح لأي حد يجي للمسيح بطريقة حيادية، رغبة قلبية أن يعرف المسيح، لأنه الله بيدور، الله باحث، الله يريد أن جميع الناس
يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فممكن كلمة ممكن تسمعها في خدمة أو فكرة من شخص أو حوار مع صديق في الشغل، لو أنت عايز أو باحث عن الحق تكتشف أن النور الحقيقي في المسيح، تكتشف أن النور الحقيقي في المسيح. ولو درسنا في مادة مقارنات الأديان اللي بتدرس في كليات اللاهوت، ياما اختبارات شخص تعمق في ديانته واكتشف أن ديانته بالرغم أنها وضعية وليست إلهية وليست سماوية، ولكنه لأنه هو محايد ويبحث عن الحق والنور بطريقة حيادية وبطريقة أمينة، فيكتشف من الخطأ الصح يقودها الله إلى الصواب. زي ما بقول، هناك على مستوى العالم من كل الجنسيات، ولو فتحنا للاختبارات هنلاقي سين من هنا والصاد من هنا وعين من هنا من دول مختلفة يتعمق في ديانته وهو يبحث عن الحق ويعمل مقارنة أديان ويقارن ما بين دينه أو معتقده والكتاب المقدس، وفجأة ينير له نور المسيح فيتبع المسيح. إيه النتائج اللي ممكن تحصل لو النور نور حياتك؟ إيه النتائج اللي ممكن تحصل في حياتي لو النور نور، نور المسيح نور حياتك؟ تخيلوا إنك أنت وأنا بنصبح أولاد لله. لو النور نور حياتك وأنت تبعت النور زي ما عمل المولود أعمى أو المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، تصبح ابن لله. يوحنا 1:12، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. في السياق بتاع الكلام الرب بيقول في إنجيل يوحنا إن العبد لا يبقى في البيت، لكن مين اللي يبقى في البيت؟ الابن. فأنا لو أنا ابن فأصبح لي الحق أن أكون في بيت الآب السماوي. أنا ابن. إن كنت ابنا فوارثا لله بالمسيح، غلاطيا. أنا بصبح ابن لله. والمسيحية هي، لو احنا قلنا مع ان المسيحية مش ديانة، المسيحية علاقة، لكن لو قلنا ان المسيحية ديانة، هي الديانة الوحيدة اللي بتعطي فرصة للإنسان بصرف النظر عن خلفيته انه يبقى ليه علاقة شخصية مع الله. علاقة شخصية، انك انت وانا نصبح اولاد لله، اولاد لله بالتبني من خلال اللي عمله النور الحقيقي الرب يسوع المسيح. الخطايا اللي بتعمل أو اللي عملناها غفرت. هقول آية واحدة بس في رسالة كولوسي، رسالة كولوسي 2:13، وكاتب كولوسي بيقارن ما بين حياة المؤمنين قبل وبعد الإيمان. كولوسي 2:13، وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. أحبائي، عايز أقول لكم ما فيش معتقد أو دين يؤكد غفران الخطايا بهذه الثقة إلا المسيحية. ده ليه؟ لأن النور الحقيقي، لأن الرب يسوع المسيح دفع أجرة الخطية على الصليب، فكونك في المسيح مغفورة لك خطاياك، مش لأنك تستحق أو أنت عملت أعمال تؤهلك لهذا الغفران. ف
فقط لأن هذا النور أنار حياتك، اكتشفت أنك إنسان خاطئ تحتاج لخلاص المسيح، قبلت هذا النور، قبلت هذا الخلاص، غفرة خطاياك. لاحظوا بيقول إذ كنتم أمواتا، كلنا كنا أموات في الذنوب والخطايا، بمجرد ما النور ينور الحياة أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. ولما يقول جميع ده بيعني جميع، ده بيعني جميع. علاقتنا مع النور الحقيقي مش بمجرد انه بينير حياتي عشان اقبله، لكن كمان بينير حياتي في الحياة، في العلاقات، في الشغل. حياتي مليانة نور، انا عايش في النور وواثق ان حياتي في اي وقت تنتهي هكون موجود معاه. ناس كتير بتتخيل ان المؤمن او الله ممكن بمجرد ما واحد يعمل غلطة بالكرباج ويديله جلدتين ثلاثة ويطرده من دائرته. بمنتهى البساطة هقول آية، لكن قبل الآية هقول الفكرة بتاع البنوة. مين فينا بيطرد ابنه أو بنته من البيت مهما أخطأ؟ ابنك، الابن ابن. أنا قبل ما أسيب البلد اللي أنا منها كنت دايما أقول ده على أولادي، لو بنتي عاهرة ما أقدرش أتخلى عنها لأنها بنتي، لأنها بنتي. لو اتصلوا بي وقالوا لي ابنك عمل مشاكل وتعالى استلمه، هروح استلمه، ابني. حد معايا؟ أنتوا معايا ولا لا؟ الأزمة هل أنت ابن ولا لا؟ أنت بنته ولا لا؟ النور نور حياتك ولا بس معتاد على الكنيسة، معتاد على الاجتماعات؟ علاقة، العلاقة مع النور الحقيقي مش مرتبطة بالمكان، مرتبطة بالعلاقة، علاقة شخصية فردية بينك وبين مصدر النور الحقيقي. بالتالي لو النور في حياتي، لو أنا حياتي مليانة بهذا النور الحقيقي فأنا بعيش في النور، مش قلقان من أي حاجة. حتى لو وقعت، وقعتي بتبقى مكشوفة لأن أنا موجود في النور. الله بيوريني أنا غلطت إزاي، إيه الغلط بتاعي، إيه الخطية اللي أنا وقعتها، إيه التقصير بتاعي، هو عايزني أعمل إيه، لأنه كله موجود فين؟ في النور. ولأن أنا في النور وعايش في النور فأنا عندي ضمان، ضمان أبدي، هو مسكني. رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5 من 11 ل 13، مش محتاجين نروح هناك، لكن هقول الفكرة اللي في الآية بسرعة. يوحنا بيأكد للمؤمنين قبلوا المسيح زينا، وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، أعطانا في أي زمن، ماضي ولا حاضر ولا مستقبل؟ ماضي. في فكر الله الأب من قبل تأسيس العالم، في فكري أنا من وقت ما قبلت المسيح، أعطانا حياة أبدية. هذه الحياة هي فين؟ في ابنه. ما فيش حياة أبدية برا النور ده، برا المسيح، برا النور الحقيقي. لا توجد حياة أبدية خارج المسيح، هلاك أبدي. الله أعطانا حياة أبدية، هذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له الابن ليست له الحياة. عشان كده الإنسان مننا المؤمن الحقيقي بيروح وبيخدم وبيسافر وبيجي
وحتى لما بنسيب أسرنا ولو متنا في الطريق عندنا يقين إن إحنا هنشوفهم تاني. لو ما شفناهمش في هذه الحياة هنلاقيهم في السماء معاه. أخاف يكون النور الحقيقي ما نورش حياة حد مننا. أخاف يكون لسه عايشين في ظلام. أي حد فينا بيحاول يرضى الله بطريقته الخاصة عايش في ظلام. أي حد بيحاول يعمل ممارسات سواء مسيحية أو في أي معتقد آخر، ممارسة شكلية ما زال في ظلام، محتاج النور الحقيقي ينير حياته. ولو أنت لسه ده النور ما نورش حياتك والرب كلمك، حتى لو بتتفرج أو بتسمع الخدمة على اليوتيوب وتتخيل أنه النور الحقيقي مش موجود بالنسبة لك، أنت بس محتاج تبقى أمين مع نفسك وصادق مع نفسك. لو اتكلمت معاه وقلت له أنا عايز أعرفك أكتر هيكشف لك نفسه. ولو عايز يبقى لك علاقة شخصية معاه ينفع تقول له أنا بخضع إن النور ده ينور حياتي ويكشف لي، يكشف لي كل ضعف فيا، يكشف كل خطية. أنا بقبل موتك بدل موتي، بقبلك مخلص وسيد على حياتي. محتاج تخضع لربوبيته، لسيادته على حياتك. وإذا كنت عملت كده وقبلته، يا ترى أنت بتخدمه، عايش بأمانة؟ نتاج حبه ليك، هل أنت بتحبه بنفس الدرجة اللي حبك بيها؟ هل أنت بتعكس النور ده للآخرين؟ انعكاس النور للآخرين زي الشمس والقمر، إحنا قمر، إحنا ما فيناش أي نور. الرب يسوع المسيح هو الشمس، شمس البر. الكتاب المقدس بيقول عنه شمس البر. فهو الشمس بينور فيا أنا القمر المعتم، فنوره بينعكس للأرض للناس اللي موجودين في العالم. أحبائي، لو احنا قبلنا النور ده في حياتنا ومش بنعكسه للآخرين، ممكن نراجع نفسنا، ممكن يبقى فيه تقصير أو خطايا محببة مش معترف بيها في حياتنا. ونفس النور، نفس النور ينقينا من هذه الشوائب، هذه الخطايا. اوعى تتخيل ان الحياة ممتدة الى الابد في الجسد، لا لا، حياتنا هيجي عليها وقت وهتنتهي. فاما يكون النور نور حياتك وتستمتع بالأبدية مع النور، أو تبقى مع إبليس في جهنم وبئس المصير. في خلوتي كنت في رؤية 22، قد إيه استمتعت بالكلام اللي مكتوب إنه مع الله مش هيبقى فيه ألم ولا وجع، كل الأتعاب هتنتهي، أجساد ممجدة من غير أي آلام. والكتاب بيقول إن مش هيحتاجوا الشمس، لأنه هو هيبقى مصدر النور. أنتوا متخيلين؟ هو مصدر النور، وهنبقى معاه إلى أبد الآبدين. فرصتك دلوقتي، فرصتك دلوقتي. خلينا نصلي.